تشاو توتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو انتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان في كل مرة انزل فيها فيديو جديد يجيلكوا بيه نوتيفيكيشن. النهاردة حابة اكلمكم عن الكتب اللي انا بشتغل منها في الكورسات بتاعتي لمستوى المبتدئين. يعني الكتب اللي انا جايبها لكم النهاردة هي الخاصة بمستوى المبتدئين. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم الكتب الخاصة بالمستوى المتوسط والمتوسط المتقدم. الكتب بتاعت النهاردة هي كتاب شرح وكتاب تمارين، وكمان الكتب بتاعت المحادثات او الكونفرساسيون اللي انا ببتدي بيها بعد ما بخلص الجزء الاولاني او المستوى الاولاني اللي هو الـA1. طيب اول كتاب هبتدي بيه هو كتاب الشرح، زي ما احنا شايفين كده خلاص، نوفيسيمو بروجيتو ايطاليانو، دي احدث نسخة واللي هي موجودة بقالها فترة، بقالها حوالي سنتين او سنتين ونص كده، لا هي الحقيقة بقالها اكتر، بقالها حوالي 3 سنين. اوكي، زي ما احنا شايفين الكتاب كان سعره 22 يورو على ما اتذكر، هو كان مكتوب هنا السعر، بس الكتاب كان سعره 22 يورو او 23 يورو. طبعا الاسعار بتزيد كل سنة. ده كتاب الشرح في كل القواعد اللغوية للمستوى الـA1 A2 وهو مستوى المبتدئين. الكتاب الثاني اللي معايا هو كتاب التمارين برضو نوفيسيمو بروجيتو ايطاليانو. يعني دايما الطلبة بتوعي لما بيجيبوا كتاب الشرح ومعاه طبعا كتاب التمارين، خلاص زي ما احنا شايفين هنا كوادرنو ده اللي ترشيتسي. اوكي، برضو طبعا A1 A2. سعر الكتاب 13.5 يورو، هنا السعر مكتوب زي ما احنا شايفين كده، برضو ممكن يكون سعر الكتاب زاد في الفترة الاخيرة. اوكي، بعد ما بنخلص الجزء الاولاني من الشرح والتمارين اللي هو الـA1 A2 ببتدي الجزء بتاع الكونفرساسيون مع الطلبة بتوعي. طيب اشمعنى بعد نهاية الـA1؟ علشان بنكون اخدنا عدد من القواعد اللغوية اللي بتخلي الدارس يتحرك خلاص في مساحة من الكلام. يعني احنا بنكون اخدنا البريزنت والباساتو بروسيمو والفوتورو، اوكي، يعني 3 ازمنه، ومعاهم بريبوزيزيوني اللي هي حروف الجر سواء السمبليتشي والارتيكولاتي، كمان بنكون اخذنا البوسيسيفي وطبعا الارتيكول اللي هي الديترميناتيفو والانديترميناتيفو، ومما لا شك فيه الماسكيلي والفيمينيلي والسنجولاري والبلورال. ده بيخليك تتحرك في مساحه من الكلام خلاص وتتعامل. اوكي، ناخد بالنا من النقطة دي. طيب ايه الكتب اللي انا بشتغل منها؟ انا بشتغل من كتاب خلاص لا بروفا اورالي، هنا دلوقتي عندنا لا بروفا اورالي ولا نوفا بروفا اورالي. اوكي، ده النسخة القديمة ودي النسخة الحديثة. بعض الاماكن لسه عندها النسخة دي وبعض الاماكن خلاص ما بقاش غير عندها النسخة دي. في دار النشر مفيش غير النسخة الجديدة. طيب سعر الكتاب كام؟ سعر الكتاب حوالي 20 يورو. اوكي، طبعا السعر بيزيد او بيقل على حسب المكان، يعني هو 20 يورو دي تعتبر اقل حاجة. في بعض الاماكن بيبيعوه مثلا بحوالي 25-26 زائد مصاريف التوصيل. طيب انا اللي احسن، النسخة الجديدة ولا النسخة القديمة؟ يعني في مميزات وفي عيوب في النسختين. انا بحب النسخة الجديدة علشان الكلمات اللي فيها والمواضيع اللي فيها جديدة. خلاص النسخة القديمة هي معقولة، ولكن في بعض المواضيع زي مثلا بداية دخول الكمبيوتر، بداية استخدام التليفون خلاص في اوائل مثلا الـ10 سنين من سنة 2000، فبعض الاحيان بيهيأ ان ايه، ان المواضيع قديمة شوية، ولكن الباقي كله هايل ومفيش اي مشكلة فيه. طيب النسخة الجديدة ماشي، في برضو نفس الأسئلة ونفس الكلمات وكل حاجة، بس في بعض الأحيان الأسئلة بتكون طويلة شوية، فبضطر ان انا اقسم السؤال على 3 مثلا مرات او على مرتين، بحيث ان الدارس واحنا بنشتغل الكونفرساسيون ما يحسش ان هو تاه في وسط السؤال ونسي السؤال كان بيتكلم في الأساس عن ايه. طيب ده بالنسبة للمستوى الاولاني اللي هو الـA1 A2. سعر الكتب على بعض بحوالي من 50-55 يورو، يعني كتاب الشرح والتمارين والمحادثات حوالي، لا ما هو اكتر الحقيقة، لا هو اكتر، لان الشرح والتمارين لو قلنا مثلا 23 23
وحوالي 15 16 زائد 20، فهم هيكونوا في الرينج ده. اوكي، تقدر انك تطلب الكتب كلها يعني الشرح والتمارين والمحادثات من دار النشر، هيجيلكوا في طرد واحد. اوكي، لو طلبتهم من على امازون احتمال لا كل حاجة تيجي لوحديها، لان البائع من على امازون هيكون مختلف. حد هيقول لي في كتب تانية، طبيعي في كتب تانية، ولكن دي الكتب اللي انا بستخدمها في الكورسات بتاعتي واللي بشرح بيها على اساس علمي، لان القواعد موجودة في بروجيتو ايطاليانو بصورة واضحة. في طبعا كتاب تاني اللي هو فيا ديل كورسو، يعتبر كتاب هايل جدا بس ما ينفعش لمستوى المبتدئين. ليه؟ لان هو كلمات 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 والقاعدة تايهة في النص. لا، انت دلوقتي لما بتيجي تتعلم لغة بتشتغل على القاعدة اللغوية، خلاص يعني بيبقى عندك الاساس، وده اتكلمت فيه قبل كده. مجرد ما بتعرف القاعدة اللغوية هيسهل عليك انك تدعمها بكلمات وبأفعال، فبالتالي الاساس عندك هيبقى قوي. خلاص، ناخد بالنا من النقطة دي. انما لو حفظت كلمات كلمات مش هتفيد بحاجة، يعني ما تحفظ كلمات، لان انت دلوقتي لو عندك مثلا كلمة وليكن بلو، ماشي، هتعرف تصرف ازاي بلو مع الفيمينيل، ولا هتروح تقول مثلا لبنت هتقول لها بلو خلاص، او هتروح مثلا تكلم حد ولد وليكن تقول له بلا، فهي العملية أساسها الجراماتيكا. حد يقول لا أصل أنا بتكلم عادي وهما بيفهموني، أنا قلت قبل كده طبيعي هيفهمك، لأن أنت لو حد بيكلمك عربي مكسر هيفهمك، مفيش أي مشاكل. ولكن الفكرة إن أنت لما تتعلم القواعد تبتدي تدعمها. خلاص، يعني على سبيل المثال، ماشي، هوريكو حاجة. ده عبارة عن فصل من رواية صغيرة كده، اوكي، هنا عنوانه كابودانو نيلا كازا دي رينجيرا. اوكي، لما تيجي على سبيل المثال هقول لكم انا بعمل ايه. لما اجي مثلا اقرا حاجة جديدة وعاوزة اتعلم منها، دي كمان علشان كنتوا اعملوها، ماشي، ورقة وقلم، بتعامل مع الحكاية ان هي مش مجرد قراءة او لتورة بير الديفيرتيمنتو، لا، تعامل معها انك لازم تطلع مستفيد. فاللي بيحصل كالتالي، بقراها، ماشي، وبخطط زي ما احنا شايفين كده، بخطط علشان يكون في تركيز انك متابع كل كلمة. تمام، لو افترضنا جدلا في كلمة مش عارفة، انا مثلا عندنا كلمة il cambiamento اللي هي معناها التغيير، انت مش عارف يعني ايه كامبيامينتو، هتعمل ايه؟ يا اما هتشوف الكلمة في القاموس لو انت عندك قاموس ايطالي عربي، وتقوم كاتبها فوقيها، هتقوم كاتب هنا مثلا تغيير، يبقى انت كده الكلمة خلاص سبتت معاك، خلاص لزقت هنا. ليه؟ علشان انت رحت دورت عليها، كتبتها، شغلت جميع الحواس بتاعتك. طيب، بعديها هنا مثلا على سبيل المثال كيلو فاتشيفا فاري، انت اخدت في القواعد اللغوية ان اللو دي البرونوما، فاتشيفا ده اللي هو فيرب، فاري متصرف الامبرفكتو. عندنا كمان هنا عندنا افاري، ان احنا عندنا الفيربو محطوط في الانفينيتو في المصدر. ليه؟ علشان في بريبوزيزيوني. ده فايدة القاعدة اللغوية. بس طول ما انت ماشي بتكمل قراية 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 بهذا الشكل، تيجي مثلا عندنا في انت معكش قاموس وليكن، او عاوز تقرا وملكش مزاج انك تطلع ايه معنى الكلمة، ساعتها اكتبها فوقيها بالشكل ده، ماشي، اوكي، وطلعهم كلهم مع بعض فيما بعد. خلاص، بس تبتدي تقرا. لما تيجي تقرا اختار حاجة صغيرة بهذا الشكل، مش كبيرة، حاجة صغيرة، يعني ده حوالي كام صفحة؟ 47 صفحة، مش اللي هي الكتب الكبيرة. يعني انا عندي كتاب اوريكم مثلا، كتاب زي ده وليكن، ماشي، كتاب كام صفحة؟ 300. اوكي، اقول لكم بالظبط 395 صفحة. حاجة زي دي كبيرة جدا، تخليك تتوه، تخليك تزهق، تخليك تشعر بالملل. بس لما يكون معك حاجة صغيرة هتخلصها، صفحة هتجر التانية،
اوكي طبعا، لان القراءه مهمه. الكتاب ده مثلا بتاع كاتب اسمه ادوارد سعيد، ده اورينتاليزمو لماجن اوروبيه دي الاورينتا. اوكي الكتاب تقيل لان زي ما احنا شايفين كله كلام كلام كلام، بس في بعض الاحيان ممكن تقراه بير الديفيرتيمنتو سولو من غير ما تطلع كلمات، من باب انك تقوي، وممكن انك تقوي نفسك انك تطلع كلمة. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوني في فيديوهات الجزء الثاني بتاع كتب الشرح والايزرشيتسي التمارين، وكمان الكونفرساتسيون المستوى المتوسط والمستوى المتوسط المتقدم. كمان خلاص هنشوف الكتب بتاعة التشي اونو والتشي دوا. اشوفكم الفيديو الجاي، تشاو.